من هو صلاح الدين الأيوبي؟ صلاح الدين الأيوبي هو زعيم مسلم شجاع، عاش في القرن الثاني عشر وتمتع بأسس إسلامية راسخة جعلته يلتزم بقضايا الإسلام، مما جعله يحقق إنجازات عظيمة، فقد وحد مصر مع سوريا واستعاد القدس من الصليبيين، وبذلك دخل اسمه في سجلات كل من التاريخ الإسلامي والغربي. ولد صلاح بن نجم الدين أيوب في عائلة كردية بارزة سنة 1137 ميلادي في مدينة تكريت العراقية، وقد كانت تسمى آنذاك ببلاد ما بين النهرين. وفي يوم ولادته انتقلت عائلته إلى حلب في سوريا وترعرع في بعلبك ودمشق. ومن الجدير ذكره أن صلاح الدين تلقى تدريبات عسكرية ودينية. بدأت حياة صلاح الدين المهنية عندما انضم إلى فريق عمه أسد الدين شيريكوه، وهو قائد عسكري يعمل تحت إمرة أمير الدين زنكي، حيث نشأ في ذلك الوقت صراع ثلاثي معقد بين الشاور وزير الخلافة الفاطمية في مصر والملك الأول للقدس وشيركوه. وفي سنة 1169 ميلادي، وعندما كان صلاح الدين يبلغ من العمر 31 عاما، عين قائدا للقوات السورية في مصر. بعد وفاة نور الدين زنكي انطلق صلاح الدين إلى دمشق، حيث رحبت به المدينة وتزوج من أرملة نور الدين، وبذلك عزز شرعيته فيها، وقد تمكن من فرض نفوذه على حلب والموصل في عامي 1176 و1186 على التوالي، في حين كان صلاح الدين يعزز سلطته في سوريا، أعلن هدنة مع الصليبيين سنة 1178، وكان هدفه أن يتعافى جيشه من الهزيمة، ولكنه جدد هجماته سنة 1179 وهزم الصليبيين في معركة مخاضة يعقوب، وهذا أدى إلى عدد من ردود الفعل من الصليبيين، ومنها مضايقات التجارة الإسلامية وطرق الحج على البحر الأحمر، والتهديد بمهاجمة المدينة المنورة ومكة المكرمة، ونهب قافلة حجاج المسلمين في سنة 1185. في الرابع من تموز سنة 1187 استطاع صلاح الدين القضاء على الجيش الصليبي إلى حد كبير في معركة مجتمعة بينه وبين ملك القدس آنذاك وريموند الثالث من طرابلس، وكانت هذه المعركة نقطة تحول كبيرة في تاريخ الحروب الصليبية، وسميت هذه الواقعة بمعركة حطين، وقد مهدت الطريق لاستعادة المسلمين للقدس وطرابلس وأنطاكيا وإبطال الإنجازات التي حققتها الحروب الصليبية في الأراضي المقدسة.